وقد هي حرف وذلك لدخولها على الفعل وهي من علامات الأفعال كما سبق في الآية الرومية، وهذا هو الغالب فيها، لكن قد تكون قد اسما، وذلك إذا كانت بمعنى حسب. تقول قد زيد درهم، يعني حسب زيد درهم، فتكون اسما إذا كانت بمعنى حسب. قد هنا اسم مبني في محل رفع مبتدأ، ودرهم خبر، وتكون فعلا إذا كانت بمعنى يكفي، كما لو قلت قد زيدا درهم، يعني يكفي زيدا درهم. وعند بعض وهم القلة يقولون يمكن أن تعرب، تقول قد زيد درهم.